السبب او سر الشغف اللي عندك؟ يعني انت من صغرك وانت قلت انا عايز اما اكبر اشتغل فنان ايقاع لا هي وطبلة، بصي هي ولا انت يعني تشتغل حاجة تانية ودي موهبة عندك؟ بالظبط. خليني برضه عشان الناس تبقى انا اوريدي مش دي دراستي خالص، انا بكالوريوس اعلام وحاليا بعمل ميني ام بي اللي هو ماجستير صغير كده، واشتغلت في كل شركات الكوميونيكيشن مالتي ناشونال طبعا من غير ذكر اسماء سواء في مصر او بره مصر. تمام. ووصلت الحمد لله للهاي ليفل في المانجمنت، يعني وصلت لغايه هيد. تمام. بعد الثوره طبعا في شركات بقى كملت، في شركات مشيت، وي وي الكلام ده كله. ستيل وانا بشتغل انا كنت بلعب حفلات وكنت بلعب مزيكا مع فنانين وبسافر وباجي، وبفضل الله انا سافرت 3 قارات فعليا ما شاء الله. فبعد كده لقيت نفسي بقى لما الدنيا يعني شويه حصل دروبات في الشغل والكلام ده، هو كل اللي انا عملته ان انا ركزت بقى كل طاقتي معاها، وفي نفس الوقت ببتدي اشوف برضو لو في اي اوبورتيونيتي تاني او الكلام ده كله، لكن هي مش معطلني، هي بتديني انرجي فظيع. ده حقيقي فعلا. يعني بكون عندي حفلات وعندي ميتنج الصبح والكلام ده بخلص عادي عندي. بس ما خفتش من المجازفه؟ لا 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 خالص نهائي. انت بتبقى والله بجد في عالم تاني، يعني انا بمسك الطبله او انا بلعب كل الات الايقاع كلها؟ كلها. زي ايه ممكن تعرفنا كده؟ طبعا بلعب طبله رقه والدف والدهوله اللي هي الاكبر من اللي بلعب جيمبي وبلعب كاخون وبلعب بونجس طبعا بلعب كونج. وطبعا من حسن حظ ان انا لعبت مع فنان زي مستريح خليل طبعا ولعبت معاه، فبلعب معاه كل الالات دي. وهو بصراحه لفيت معاه بلاد كتير، اوروبا واسيا كتير وافريقيا، سافرنا سوا ما شاء الله. الحمد لله.